بكم مشاهدينا، ننقل إليكم مباشرة المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد من قصر العدل، ويشرح فيه موقف السلطة القضائية ومطالب القضاة بالتزامن مع جلسات المجلس النيابي التي تناقش مشروع الموازنة. كلنا للوطن للعلا للعلم، ملء عين الزمن سيفنا والقلم، سهلنا والجبل منبت للرجال قولنا، والعمل في سبيل التمام. كلنا للوطن للعلا للعلم، كلنا للوطن. ماشي الحال. باسم السلطة القضائية في لبنان وفي حضرة قضاة لبنان الشرفاء المستمسكين بالصبر القائمين بالمهام الجسام في ظروف ولا أصعب، أبين للرأي العام ما يلي: إنها المرة الأولى التي يقف فيها أمامكم رئيس مجلس القضاء الأعلى ليعلن للعلن وليعرض لهم واقع القضاء في لبنان في وقت اضطر فيه القاضي دفاعاً عن العدالة وعن الكرامة أن يتوقف مكرهاً عن ممارسة مهامه التي أقسم يمين تأديتها. قليلة هي اللحظات في التاريخ التي يشعر فيها القاضي أنه مصاب في استقلاله وفي كرامته لدرجة تجعله قلقاً غير قادر على إحقاق الحق، ومجبراً على الخروج عن موجب التحفظ وعن موجب الترفع. إن القضاء العدلي في لبنان مؤلف من 520 قاضياً، في حين أن ملاك القضاء العدلي هو 730 قاضياً يخدمون ما يزيد عن 6 ملايين مواطن ومقيم، ويعمل القاضي في ظروف صعبة للغاية. ففي محكمة التمييز مثلاً يتشارك كل 4 قضاة غرفة واحدة، وهذا الأمر ينسحب على العديد من المحاكم. وإن الدوائر القضائية هي من الدوائر الرسمية القليلة التي لم تدخلها المكننة لتاريخه، فليس في أقلام المحاكم لغاية الآن جهاز كمبيوتر واحد. كل ذلك جعل لبنان في أسفل ترتيب البلدان العربية إن من حيث نسبة عدد القضاة لعدد السكان، أو من حيث تجهيز المحاكم وعدد المساعدين القضائيين فيها. رغم ذلك تعالى القاضي على ظروف عمله وتابع مسيرته بصمت وتحفظ وترفع، حفاظاً على قسمه وعلى صورته وعلى صورة العدالة. ففصل في العام القضائي 2016-2017 150,157 قضية من أصل 152,234 قضية وردت إليه في الفترة عينها. لا بل كان سباقاً في تطوير نفسه، فأخضع القضاء لمبادئ أخلاقية مكتوبة منذ العام 2005،
وقد شكلت مخالفتها سبباً لصدور ما يزيد عن 50 قرار تأديبي. كذلك أدخل القضاء نظام الهيئات الاستشارية المنتخبة في المحاكم في العام 2014 لتحسين إدارتها في ظل الإمكانات المتواضعة المتوافرة لديها. كما أدخل نظام التنشئة المستمرة للقضاة في العام 2015 ونظام تقييم العمل القضائي في العام 2017، فأصبح رائداً في العالم العربي في مجال تطوير عمل القاضي، وكان ذلك سبباً لدعوة لبنان لعرض هذه التجربة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في فيينا الشهر المقبل لإطلاق شبكة النزاهة القضائية العالمية. وهذا يبين مدى تصميم القاضي اللبناني على العمل على التطور بالرغم من جميع الصعاب، بيد أن القاضي هو أيضا إنسان له قدرة على التحمل، له أوقات قوة وأوقات ضعف، له أوقات شجاعة وأوقات قلق، فيقتضي تحصينه واحتضانه لكي لا يكون مضطراً كل يوم إلى الولوج إلى أعماق فكره وقلبه ووجدانه من أجل أداء عمله بالصورة التي يراها المواطن والمتقاضي لازمة للعدالة. أما مكافحة الفساد في الإدارة فإنها غير متوقفة على مبادرة من القضاء، بل تنتظر من السادة النواب إقرار التعديلات التشريعية اللازمة التي تفسح للقاضي ملاحقة كل مسؤول فاسد بعيداً عن الحصانات القانونية الموجودة. لقد شهد القاضي بصمت صدور قانون السير في العام 2012 الذي نزع ضمانته في رقم سيارة في وقت لا يحوز على سيارة رسمية لإداء مهامه، ليس فقط للانتقال إلى مركز عمله ومنه، بل لإجراء التنقلات التي تستوجبها مهامه. كما خفض القانون المذكور بشكل كبير حصة صندوق تعاضد القضاة في غرامات السير وحولها إلى جهات أخرى. لقد شهد القاضي بصمت إقدام الحكومة في العام 2016 على سحب اقتراح قانون تعديل المادة 5 من قانون القضاء العدلي من أمام الهيئة العامة لمجلس النواب لمزيد من الدرس، في وقت كانت تئن فيه المحاكم تحت وطأة عدم صدور 4 مشاريع تشكيلات قضائية أعدها مجلس القضاء الأعلى دون أن تجد طريقها إلى النفاذ في مرسوم جمهوري. لقد شهد القاضي بصمت صدور القانون رقم 46 عام 2017 الذي رفع رواتب موظفي الدولة ومنح بعضهم 3 درجات أقدمية وبعضهم الآخر 5 درجات لتصبح رواتب موظفي الفئة الأولى وبعض رواتب موظفي الفئة الثانية أعلى من رواتب القضاة. وقد أوجب هذا القانون عينه ودون استشارة مجلس القضاء الأعلى كما توجبه المادة 5 من قانون القضاء العدلي إعادة النظر بالتقديمات الاجتماعية للقضاة، مجيزاً للحكومة توحيد تقديمات صناديق التعاضد واعتبار صندوق تعاضد القضاة من بينها. لقد جهد مجلس القضاء الأعلى لإعلام المسؤولين، جميع المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية بخطورة المنح الذي تتخذه العلاقة
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع السلطة القضائية باستحالة إحقاق الحق من قبل قاض قلق على حاضره وعلى مستقبله. وتقدم مجلس القضاء الأعلى بدراسات وبمشاريع قوانين إلى الحكومة لرفع الغبن الذي لحق بالقاضي، إلا أن الوعود التي تلقاها لم تثمر حتى الساعة لم تثمر قوانين ترفع هذا الإشحاف الذي لا قدرة لعدد كبير من القضاة على احتماله، ما دفع إلى الاعتكاف عن إداء المهام القضائية. إن اعتكافنا أمس واليوم ليس تباهياً بقوة أو تهديداً لسلطة، بل فقط للفت النظر إلى أن ما يحصل من شأنه أن يدمر ما تبقى من السلطة القضائية في حاضرها ومستقبلها. ولا أدل على ذلك سوى انحسار عدد المتقدمين للاشتراك في مباريات الدخول إلى معهد الدروس القضائية، فالكثير من الطاقات الحقوقية الشابة لم تعد ترى في القضاء مستقبلاً لها، حتى الكثير من أبناء القضاة من خريجي معاهد الحقوق يديرون ظهرهم للقضاء اللبناني ويتوجهون للعمل في القطاع الخاص. وهذا ما ينبئ عن مستوى القضاء في المستقبل. وإذا كان التاريخ قد حفظ عبارات وينستون تشرشل عن دور القضاء البريطاني كحافظ لركائز الدولة في بلاده خلال الحرب العالمية الثانية، فيقتضي لنا أن نتذكر أيضاً الضمانات المعنوية والمادية التي كانت ترعى ولا تزال القضاء البريطاني. لقد اخترت الإطلال إعلامياً تزامناً مع انعقاد جلسة المجلس النيابي لمناشدة السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أي تحد إقرار القوانين التي تحفظ كرامة القاضي واستقلاله، وتعيد بعضاً من الطمأنينة لمن ائتمنه الدستور على نفوس المواطنين وأموالهم، ليتمكن من إحقاق الحق بالصورة التي يتطلع إليها كل مواطن وكل مظلوم وكل طالب حق وكل مستثمر لبناني أو أجنبي. إن أي مقارنة بين القضاء وبين التدريس الأساسي أو الجامعي وممارسة أي وظيفة عامة هي مقارنة في غير محلها، وإن كان يستعملها البعض سبيلاً لزيادة مكتسباته، فالدستور أوجب إيجاد الضمانات اللازمة للقاضي لكي يمارس مهامه باستقلالية تامة. فالقاضي لا يتقاضى راتباً مقابل عمله سنداً لقانون العمل أو لقانون الموظفين أو لقانون الموجبات والعقود، بل يتقاضى راتباً وتقديمات اجتماعية لضمان ممارسته لسلطة الحكم باسم الشعب اللبناني باستقلال وتجرد وحيادية. ولا بد من التأكيد أمام الملأ على أن الإشراف القضائي على سير الانتخابات النيابية هو حاصل لا محالة، فليس القضاء من يعطل سير الحياة الديمقراطية في لبنان وهي أساس وجوده. ليس القضاء من ينزع من المواطن حقه الدستوري في اختيار ممثليه في المجلس النيابي. ليس القضاء من يمارس الظلم الذي يعاني منه على سلطة أخرى بمناسبة إعادة تكوينها. فمهما عظمت الصعاب ومهما كبرت التضحيات، لا بد من المحافظة على حق الشعب وهو مصدر السلطات في إعادة تكوين السلطات في لبنان. هذا الشعب الذي
باسمه تصدر جميع الأحكام القضائية. هذا الشعب اللبناني الذي باسمه تصدر جميع الأحكام القضائية. فالإشراف على سير الانتخابات النيابية هو واجب على كل قاض معني به، وهو خارج عن أي مساومة وقائم بمعزل عن أي تطورات من أي نوع كانت. إن المسيرة نحو تعزيز استقلال السلطة القضائية واردة في صلب خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية، وهي في عقل دولة رئيس المجلس النيابي وقلبه، وهي أساس الاستثمار الحر الذي ينادي به دولة رئيس مجلس الوزراء. واستقلال السلطة القضائية وارد في البيان الوزاري، وقد أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية في افتتاح السنة القضائية، وقد تترجم في صدور مرسوم التشكيلات القضائية ما أتاح انطلاقة جديدة للمحاكم ورفض صندوق تعاضد القضاة في نهاية العام 2017 بمبلغ 1.5 مليار ليرة لبنانية كمبلغ إضافي. إنني وفي الختام وباسم السلطة القضائية في لبنان أناشد مجدداً فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير العدل وسعادة النواب الكرام المجتمعين اليوم في العقد التشريعي العمل على إقرار مشاريع القوانين التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى للحكومة وللمجلس النيابي الكريم، لا سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على صندوق تعاضد القضاة وزيادة موارده، والأخرى الرامية إلى منح القاضي ثلاث درجات ترفع ذلك الغبن المعنوي عنه، كل ذلك تفعيلاً لمبدأ استقلالية القضاء وتأكيداً على حتمية التعامل معه على أساس أنه سلطة، وتفعيلاً لمبتغى المبدأ الدستوري الأسمى وهو مبدأ فصل السلطات، فضلاً عن المبدأ الدستوري الآخر الذي يملي التفاعل والتعاون بينها سبيلاً لتحقيق المصلحة العامة. عشتم، عاش القضاء محصناً أبياً، عاش لبنان. إذن كنا نستمع إلى المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس القضاء الأعلى. أتكرر شكري لوسائل الإعلام على حضوره وعلى دعمه الدائم، وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله. سمعنا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وتحدث فيه عن مطالب القضاة بالتزامن مع عقد جلسات المجلس النيابي والتي تناقش خلالها الموازنة. المزيد من التفاصيل في نشرة الثانية والنصف. إلى اللقاء.